لكم في تقرير لمجلس الأمن الدولي انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف المتحاربة في السودان لضلوعهم في قتل وتشويه أطفال في عام 2023. كما جرى تصنيف قوات الدعم السريع شبه العسكرية ضمن جهات متهمة بتجنيد واستغلال الأطفال وارتكاب جرائم اغتصاب ومهاجمة مدارس ومستشفيات. وتهدف القائمة المرفقة بالتقرير إلى فتح أطراف الصراعات على أمل دفعها إلى تنفيذ تدابير لحماية الأطفال. من جهته ندد مدير منظمة الصحة العالمية بالهجمات على المرافق الصحية في السودان وقال إنها غير مقبولة، وكتب عبر منصة إكس إن الصراع في السودان لا يزال محتدما ويحصد أرواح الأبرياء، وأضاف أن الهجمات المتكررة على مرافق الرعاية الصحية صادمة، معبرا عن شعوره بالحزن العميق لوفاة ممرضة في الهجوم الأخير على منشأة صحية بولاية الجزيرة. كما تابع مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوما على المستشفى الجنوبي الذي تديره منظمة أطباء بلا حدود في الفاشر أدى إلى إغلاقه. هذا وسجل السودان أكثر من 10 ملايين نازح داخل البلاد، من بينهم أكثر من 7 ملايين شخص نزحوا بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع العام الماضي، بحسب ما أفادت منظمة الهجرة الدولية، موضحة أن أكثر من 10 ملايين شخص في السودان فروا من بيوتهم، إذ دفعت الحرب حوالي ربع السكان إلى ترك منازلهم.